موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على النبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. قال الشيخ الصالح رحمه الله قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يقول: وهم هذه الأمة. فمنهم ظالم لنفسه أي بالمعاصي التي هي دون الكفر، ومنهم مقتصد أي مقتصر على ما يجب عليه تارك للمحرم، ومنهم سابق بالخيرات أي سارع فيها واجتهد فسبق غيره، وهو المؤدي للفرائض المكثر من النوافل التارك للحرام والمكروه. فكلهم اصطفاه الله تعالى لوراثة هذا الكتاب، وإن تفاوتت مراتبهم وتميزت أحوالهم فلكل منهم قسط من وراثته. حتى الظالم لنفسه فإنما معه من أصل الإيمان وعلوم الإيمان وأعمال الإيمان من وراثة الكتاب، لأن المراد بوراثة الكتاب وراثة علمه وعمله ودراسة ألفاظه واستخراج معانيه. وقوله بإذن الله راجع إلى السابق إلى الخيرات لئلا يغتر بعمله، بل ما سبق إلى الخيرات إلا بتوفيق الله تعالى ومعونته، فينبغي له أن يشتغل بشكر الله تعالى على ما أنعم به عليه. بل أيضا نلحظ أن من واقع شيئا من الظلم وفي المقابل اجتهد في فعل الواجبات أو فعل بعضها وترك بعضها، إنما جعله الله عز وجل كذلك، هذا برحمته سبحانه وتعالى، هو مرحوم لأنه لا يخلد في النار حتى وإن دخلها. يعني عصاة الموحدين عصاة المسلمين إذا أوبقتهم ذنوبهم في النار يوم القيامة فإنهم لا يخلدون فيها. يقول: ثم ذكر جزاء ذلك هو الفضل الكبير، أي وراثة الكتاب الجليل لمن اصطفى تعالى من عباده، هو الفضل الكبير الذي جميع النعم بالنسبة إليه كالعدم، فأجل النعم على الإطلاق وأكبر الفضل وراثة هذا الكتاب. ثم ذكر جزاء الذين أورثهم كتابه فقال: جنات عدن يدخلونها، أي جنات مشتملات على الأشجار والظل والظليل أو الظل الظليل والحدائق الحسنة والأنهار المتدفقة والقصور العالية والمنازل المزخرفة في أبد لا يزول وعيش لا ينفد. والعدن الإقامة، فجنات عدن أي جنات إقامة، أضافها للإقامة لأن الإقامة والخلود وصفها ووصف أهلها. يحلون فيها من أساور من ذهب، هو الحلي الذي يجعل في اليدين على ما يحبون ويرون أنه أحسن من غيره، الرجال والنساء في الحلية في الجنة سواء. ويحلون فيها أيضا لؤلؤا ينظم في ثيابهم وأجسادهم، ولباسهم فيها حرير أي من سندس ومن استبرق أخضر. هذه الآية تبين فضل الله عز وجل على هذه الأمة، أن الله عز وجل اصطفاهم واختارهم، اصطفاهم
فجعل فيهم أفضل الكتب وهو القرآن وأحسنها، وكذلك أفضل الرسل وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، يعني ظلم نفسه بالمعاصي، ارتكب الحرام وترك شيئا من الواجبات أو ترك الواجبات، وهذا كما ذكرنا في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذب فلا يخلد في النار لأن معه أصل الإيمان. ولكن لا ينبغي للإنسان أن يغتر ويظل على حاله من التقصير، لأن التقصير والذنب والمعصية ربما يخرج العبد معه مسلما من الدنيا، نعم معه أصل الإيمان، وربما ذهب أصل إيمانه وخرج من الدنيا كافرا والعياذ بالله. فالمعاصي بريد الكفر، وكم سمعنا عن أناس لا يصلون ماتوا على الكفر، تلفظوا بذلك عند الموت أو غير ذلك من الأسباب وغير ذلك من المعاصي أيضا. فإن كان العاصي إذا مات على المعصية معه أصل الإيمان فمآله إلى الجنة، لكن الخطر أنه ربما مات على غير ذلك، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، يعني اقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات، وهذا على خير بلا شك، كما في الحديث لما بين النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي فرائض الدين، فقال الأعرابي لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال أفلح إن صدق، لكن هذا قليل، يعني أن يحافظ الإنسان على الفرائض ويأتي بها كاملة هذا قليل، لذلك قال إن صدق، فلا بد أن يقع منه شيء من التقصير. لذلك على المسلم أن يجتهد في فعل النوافل، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، أدى الفرائض ما أمر الله به وترك المحرمات والمكروهات واجتهد في النوافل والمستحبات، يجتهد قدر وسعه حتى يكون من هؤلاء، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وليوقن العبد أنه لن يستطيع شيئا من ذلك إلا بتوفيق الله ومعونته كما سمعنا، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ثم قال جنات عدن يدخلونها، هذه الواو كما يقول العلماء تكتب بماء العين، لأنها بينت أن الأقسام الثلاثة سيدخلون الجنة، حتى الظالم لنفسه، نعم يدخلونها، يحلون فيها من أساور من ذهب، لأنهم تركوا ذلك في الدنيا، فالذهب محرم على الرجال، لذلك يحلون به في الجنة لما تركوه امتثالا في الدنيا، والحرير كذلك، أما في الجنة فهم يحلون بذلك وينعمون به، واللؤلؤ وغير ذلك من الحلي من فضل الله سبحانه وتعالى. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنها لهم يعني للكفار في الدنيا ولكم في الآخرة، وقال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. فهذا المسلم الذي ترك هذا المحرم لوجه الله سبحانه وتعالى ينعم به في الآخرة. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.